بسم الله، هنتكلم على حاجة اسمها الكالكوليشنز أو الماث أوبريتورز في البايثون. أو عموما الماث أوبريتورز، احنا أخذنا في المثال اللي قبل كده، المثال السابق، كنا كروتنا حتة كده على السريع ايه هي علامة الضرب وعلامة الجمع. دي احنا بنسميها ماث أوبريتورز. في شوية ماث أوبريتورز كالكوليشن احنا بنطلق، عايزين نعرفهم، مش بس الضرب والجمع. الاكسبريشن ده احنا لما نقول اكسبريشن يعني، او ماث اكسبريشن يعني، دوت معادله فيها عمليات، فيها فاريبلز وفيها ليتر وفيها شويه قيم متركبه مع بعض وبتعمل عمليه او معادله معينه. خلاص، الاوبريتورز اللي انا اقصد بيها علامه الضرب وعلامه الزائد والحاجات دي، هي دي الاوبريتورز اللي احنا بنتكلم عليها، او الماث operators. أما على بعضه في الآخر، كل ده على بعضه اللي بيساوي بالضرب بالزائد بسميه math expressions. ماشي، ايه هي العلامات اللي موجودة التانية اللي بيتقدمها لنا لغات البرمجة؟ math operators في عندنا plus أو addition اللي هي الإضافة، طبعا ده بيقاد two numbers، بيجمع رقمين على بعض. في minus أو subtraction، والsubtraction دي برضو بيsubtract one number from another، بيطرح واحد من واحد، صح؟ الضرب او multiplication اللي هي بمultiplies one number by another، بيضرب واحد في واحد، خلاص يعني رقم في رقم. division اللي هي القسمة، division، وطبعا بي divides number برضو ايه by another، يعني بيقسم واحد على رقم على التاني وبيرجع لي القيمة الناتجة، طبعا عبارة عن float number، بيبقى رقم في الاخر float، يعني رقم بيقسم واحد على واحد فبيطلع رقم فيه كسر، اللي هو floating point number او decimal number او double number زي ما احنا بنسميه. طيب، وفي اللي هما اتنين، يعني في اللي هو ده العلامتين سلاش سلاش كده مع بعضهم، يعني سلاش سلاش مع بعض، دول بنقصد بهم integer division. والintegral division اللي هي القسمة الصحيحة، القسمة الصحيحة، يعني ده الفرق ما بين division والintegral division، ان دي بترجع لي رقم float، دي بترجع لي رقم integer. خلاص، دي بترجع رقم float، دي بترجع لي رقم ايه؟ رقم انتجر. يعني 5 على 2 دي لو انت استخدمت 5 على 2 بالمنظر ده هترجع لك فيها 2.5، لو استخدمت دي 5 على 2 هيبقى فيها 2 بس، خلاص بيسكيب الايه، الجزء الكسري. ريمايندر اللي هو او المودولس او ريمايندر اللي احنا بنسميه اللي هو باقي الاسم الصحيح. باقي الاسم الصحيح يعني ايه؟ المتبقي يعني بيقسم رقمين ويديك باقي الاسم الصحيح. هنشوف ازاي يعني ايه باقي الاسم الصحيح. ماشي، يعني المتبقي من الاسم كان، بس المتبقي من بعد الاسم كان. الاكسبوننت ده اللي هو الاس، اللي هو ايه الاس، لما اجي اقول بقى 5 وعلامتين نجمتين كده، لو معلامتين ضرب وبعدها 2 يبقى كده قلت 5 اس 2. وبالشكل ده بنقول دي هي يا جدعان الماث اوبريتورز، او دي العمليات الاوبريتورز السهله البسيطه اللي بنستخدمها في العمليات الحسابيه الغير معقده البسيطه يعني. طيب، عشان نبدا نعمل اي اكزامبل محتاجين برضه نثبت شويه معلومات، ان احنا لو بصينا على دي، على المعادله اللي معلم عليها دي بس بعينها عشان نفهمها، هلاقي 2 خلاص multiplies with 2 في العرض، 2 في العرض دي على بعضها، ده اللي في النص عرفنا اسمه math operator. اللي على الشمال ده اسمه operand، واللي على اليمين ده اسمه operand. operand ده ممكن يكون literal زي ما كان الاثنين كده قيمة مباشرة، او ممكن يكون variable زي ايه، زي الwidth، زي مين، زي الwidth. دي التو operands بتاعته اللي احنا عرضناهم دول، بياخدوا تو برانس يعني بياخدوا اثنين، بياخدوا طرفين. هتيجي تقول لي طب ما الزائد هنا في وسط خناقه، اقول لك مش في وسط خناقه ولا حاجه، هو لو يضرب اثنين في الويدث ويضرب اثنين في الهايت مش مشكله، وده بعد كده الناتج بتاع اثنين في الويدث ده هيبقى قيمه واحده، اللي انا معلم عليه ده كله هيتلخص وهيبقى قيمه واحده، واثنين في الهايت هيتلخص ويبقى قيمه واحده، وهيبقى الزائد مع ليفت اوبراند اللي على الشمال ده والرايت ايه، الرايت اوبراند اللي على ايه اليمين، ويحسب بيته بدون اي مشكله. يعني لو حبينا نجرب حتى كده من غير ما نكتب كود، لو حبينا نجرب ببساطه،
ان احنا قلنا 2 بلس 2 او 2 بلس 3 يبقى ده الليفت اوبراند وده الرايت اوبراند او دوس انتر بيطلع لك النتيجه بتاعته اللي هي كام؟ اللي هي الخمسه على طول بشكل مباشر. طيب ده كان الفكره بتاعتنا في الاوبريتورز بتاعت او الماث اوبريتورز احنا بنتكلم عليها. بس قبل ما ناخد مثال عليها كامل او ناخد مثال عليها كامل يعني ممكن نروح على الاكزامبلز دي على طول ونقول والله تعال نعمل مثال تاني برضو زياده التوضيح. لو احنا عندنا مثلا المساحه الجانبيه لمتوازي مستطيلات. متوازي المستطيلات لو تفتكروا كان الطول في العرض في الارتفاع، مش فاكر المعادله مش مهم، تعال نجربها. الطول في العرض في الارتفاع عايزين نعمل لها ايه؟ اكزامبل. فهقول له والله ادي الويدث ماشي، وده هقول بيساوي، وهقول له احنا عايزين نعمل انبوت وانتر الدبليو، وعشان نحولها الى نحولها لفلوت او فلوت، الكلام ده حوله لي فلوت وحطنا جوه الدبليو. خلاص ادي العرض الطول اقول له اتش مثلا، وممكن ناخد كوبي كده واقول له انتر الايه الاتش، وفاضل الارتفاع هقول له مثلا ال، هقول له ال، وهقول له انتر الايه الال. يبقى انا كده قلت له دخل دي الطول والعرض والارتفاع، صحيح كده. وببساطه جدا عشان احسب انا مثلا الفوليوم اللي هو مش فاكر المساحه، الحجم اسف، الحجم بتاع المستطيل، حجم المستطيل اللي هو الطول في العرض في الارتفاع، الطول اللي هو ال في العرض اللي هو الويدز في الارتفاع اللي هو الاتش. خلاص الطول في العرض في الارتفاع. لو انا عايز اطبع ببساطه فاقول له برنت كلمه الفوليوم بتساوي وجنبيها هطبع الفول ده خلاص. فكده ده البرنامج بتاعي. لو جينا عملنا له سيف از خليه 15 وندوس اف 5، قال لي في سينتاكس ايرور ايه 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 ماشي. احنا بس عملنا ايه سبيسز في الاول، عملنا له ازمه نفسيه، احنا اسفين يا ريس خلينا كده. كنترول اس في 5 قال لي برده مش محتاج زعلان من المسافه اللي هنا بتروح، احنا اسفين برده. كنترول اس في 5 قال لي انتر الدبليو، فقلت له مثلا 3، قال لي انتر الاتش قلت له 4، قال لي انتر ال قلت له 5، وقال لي الفوليوم بتاعك كذا 60 وخلصنا. خلاص بالشكل دوت كده. انا عايز بس اقول حاجه، لو انا جيت عملت ريستارت للفايل بتاعنا كنترول في 6 كده وقال لي من اول وجديد نعمل في 5، ارجع بس للفايل في 5 ايوه انتر الدبليو وتقول له احمد او دوس انتر، قال لي التريس باك، قال لي الموست ريسنت كول لاست، وبعد كده مديني المسار بتاع الفايل وقال لي انا عندي مشكله في السطر ده انا مش قادر انفذه. ايه المشكله اللي عندك؟ في عندي حاجات كتيره جدا معقده هنا. انا عندي الاساينمنت، عندي الفاريبل الرئيسي، عندي الاساينمنت، عندي الفانكشن اللي اسمها فلوت، عندي الفانكشن اللي اسمها انبوت. دول 1 2 3 اربع حاجات، مكون اربع مكونات عندي في السطر ده. اللي مزعل له قال لي الفاليو ايرور كود نوت كونفرت سترنج تو فلوت. انا قال لي مشكلتي ان انا مش عارف احول، مش قادر اكونفرت السترنج لفلوت. ليه؟ لما خد احمد وعايز يحولها لفلوت قال لي ازاي هحول كلمه احمد لفلوت، مش عارف يفهمها كرقم. وقال لي المشكله في كلمه ايه؟ مشكله في كلمه احمد. فخدوا بالكم من الحته دي لان دي لينا كلام فيها، لان دي موضوع اسمه الاكسبشنز. موضوع اسمه الايه؟ الاكسبشنز، وازاي نتعامل مع الاكسبشنز. هنتعرف يعني ايه اكسبشنز، يعني ايه او ايرور بيطلع لنا. والاكسبشن ببساطه هو حاجه يعني الكود ده احنا نفذناه من شويه، الكود اللي هو بتاع الانتر الدبليو والاتش والال وطلع لي الفوليوم.
ده كان الكود ده من شويه كان زي الفل وكان شغال واشتغل وهو طلع نتيجه، لكن في بعض الحالات بيطلع ايرور. يعني هو مش ايرور ايرور، لكن في بعض الحالات اول ما دخلت له قيمه غلط ضرب، اذا اول ما دخلت له قيمه غلط ضرب. دي اسمها اكسبشن، ودي ان شاء الله هيفرد لها شغل قبل كده، بس جت في بالي ان انا اقول لكم ان خدوا بالكم ان الارجمنت ده اللي هو احمد ده حاول يحوله، حاول يحوله لفلوت ما قدرش فضرب. خدوا بالكم التحويل مش معناه انه يقدر يحول اي حاجه، لازم تكون برضو الداتا سليمه عشان يقدر يحولها. طبعا المفروض نتحقق ونحل المشاكل اللي زي دي وكلام زي كده ان شاء الله، هنشوف الكلام ده كده مع بعضينا، ويا ريت الناس تحل الايه الاكزامبلز اللي بعدها.